أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: لدي 3 أولاد من الذكور كلهم تحت 5، أتمنى أن يكونوا من طلبة العلم وحملة كتاب الله، فبماذا أبدأ وكيف أوفق بين المناهج الدراسية وتعليمهم العلم الشرعي، وأريد منهجية في ذلك؟ سهل الأمر، سهل في هذا. المناهج الدراسية لها وقت، وبقية الوقت كله صالح لأن تلقنهم وتعلمهم بالليل والنهار، لا يتعارض دراستهم في المدارس مع تعليمهم التعليم الخاص للقرآن وللسنة وللفقه، الليل والنهار فيهما زمن طويل. نعم.